السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في تمرين جديد من تمارين الموديول الخاص بالإرتيام، ونبدأ على بركة الله. هذا هو التمرين اللي غنخدمو اليوم. عندنا هنايا شارج ريبارتي، الطول ديال 4، وشارج انكليني بالزاوية ديال 45 درجة، الطول ديالها 2. هاد لافورس هادي كتساوي 3000 نيوتن، وهاد كو ديال لا شارج ريبارتي كتساوي 150 ديكانيوتن بار متر. الطول ديالها 4، كتكون من ابوي دوبل ابوي سام. في السؤال طالبين منا نحسبوا لي رياكسيون دابوي ديال ار ا و ار بي. ندوزو الان نشوفوا لي غولاسيون اللي غنخدموا بهم. اول حاجه غنخدموا بالغولاسيون ديال لابوي دوبل، اللي كتقول لينا الشكل ديال لابوي دوبل كيكون بحال هكا، وتكون خارجه منه واحد الرياكسيون كنسميوها ار في، وواحد لا رياكسيون هوريزونتال كنسميوها ار اش. بالنسبه لي غولاسيون اللي غنطبقوا، غنطبقوا لي زيكواسيون ديال ليكيليب ستاتيك، اللي كيقول لنا بلي لا سوم ديال لي فورس فلاكس او اكس كيساوي صفر، لا سوم ديال لي فورس فلاكس او ايغرك كيساوي صفر، ولا سوم ديال لي مومو ديال لي فورس في البوان اللي غنختارو حنايا سواء ا سواء بي كتساوي صفر. اما بالنسبه لا شارج ريبارتي ف كي كنحسبوها بالعلاقه التاليه، كنديرو كي صغيره في ال، و ال هي لا ديستانس ديال هاد لا شارج ريبارتي، ا كتساوي بي كتساوي ال على 2. باش نحسبو هاد لا ريزلتونت فين جاتنا، غادي نديرو هاد الطول هذا غنقسمو على 2. هاد المسافه من هنا لهنا هي ال على 2، المسافه من هنا لهنا هي ال على 2. دابا غندوزو نشوفو لي سوليسيون. هنايا حولنا هاد لابوي دوبل لا رياكسيون، غدينا ار فيرتيكال ار هوريزونتال ار ا ريزولتانت. بالنسبه لا شارج ريبارتي رديناها كي. بالنسبه لا شارج انكليني احنا درنا لها لا فورس فيرتيكال ديالها، لا فورس هوريزونتال ديالها. كي شحال كتساوي؟ كي حسبناها تساوي كي صغيره اللي هي 150، نضربوها هاد لا ديستانس هادي من هنا لهنا هي كتساوي 4 في 4، غتعطينا 600 ديكانيوتن من هنا. من بعد غنطبقو لي غولاسيون فوندامونتال دي كليب ستاتيك. المومو غنديرو بارابور ا بي، لا سوم ديال لي فورس او اكس. الا لاحظنا هنايا لاكس غادي يمشي بهاد الاتجاه هذا بلوس، عندنا ار ا اش غادا في هاد الاتجاه يعني الاشاره ديالها بلوس، و اف اش العكس ديال هاد المنحى هذا يعني عندهم واحد. دونك لا سوم ديال اف او اكس يساوي ار ا اش موان اف اش. اف هوريزونتال، اف هوريزونتال كاتبين هنا بلي كتساوي اف الكوسينوس 45. باش نعرفو منين جناها غادي نشدو هاد الترابيز هذا اللي كيبان لينا هنا، ها هو هذا اف، وهادي اف هوريزونتال. هاد اف فيرتيكال هادي غنديرو لها ازاحه ونجيبوه هنا بحال عرس، وخرنا هاد اف في حطيناه هنا باش نسدو المثلث. دابا ولا عندنا مثلث هنايا، عندنا هنا اف اش وهنا اف في وهنا اف. باش نحسبو الكوسينوس ديال 45 نلقاو بلي كيساوي الضلع المحادي اللي هو اف اش على الوتر اللي هو اف. من بعد نخرجو هاد اف اش، غتولي عندنا اف اش كتساوي اف الكوس ديال 45، وهو هاد اف الكوس 45 اللي كاتبين هنا. من بعد غندوزو لي فورس بارابور ا لاكس او ايغريك. هنا ناخذ المنحى طالع الفوق هو بلس، عندنا اف في نازله يعني موا، ار ا فيرتيكال بلس، كي عندنا موا، ار بي عندها بلس، يعني غنديرو ار ا بلس ار بي موا كي موا اف في. هي هادي اللي هنايا مع اف في كتساوي اف سينوس 45. مين جناها؟ جناها بنفس الطريقة، عندنا مثلث هنايا، عندنا هذه هي اف، وهذه هي اف هوريزونتال، وهذه هي اف فيرتيكال. نديرو سين ديال 45 كيساوي مقابل على الوتر، هي اف فيرتيكال على الوتر اللي هو اف، وغنخرجو هاد اف فيرتيكال غتولي تعطينا هي اف سينوس ديال 45. هي هادي. من بعد نحسبو لي مومو، قلنا ناخدو الاتجاه ديال لي مومو هنايا بلوس، يعني الا شدينا هاد
اف في ودورنا بارابور هاد البوان بي ودارت على هاد البوان غنلقاو العكس ديال هاد المنحة هذا، يعني عندهم موان ار افي عندها بلوس، ك عندها موان ار بي بلا ما نحسبوها واش كتساوي صفر. غادي نديرو اذا ناقص اف في اللي كتساوي لينا اف ناقص اف في لا ديستانس من اف في حتى البي هي 4 5 6 هي 6 6 زائد ار في فيرتيكال في لا ديستانس من لا رياكسيون ا فيرتيكال حتى البوان بي هي 4 4 ناقص في لا ديستانس من كي حتى الار بي اللي حسبناها كتساوي 2 2. باش عرفنا جوج طبقنا العلاقة ديال أ تساوي بي تساوي ال على جوج تساوي 4 على 2 أو غنضربوها هنا في 2. هاد اف في هادي قلنا هي كتساوي اف سينوس ديال 45. هاد لغولاسيون هادي اللي كتبنا هنايا هي هاد العزم اللي حسبناه المومون بابور ابون بي هي ناقص اف سينوس 45 بلوس 4 ار في ها هي مكتوبة هنا موا 2 كي 2. دابا غادي نبداو نديرو التبسيط. عندنا ار اش ناقص اف الكوسينوس 45 كتساوي صفر. غادي نجيبو هاد اف كوسينوس 45 للإشارة ديالها موا غنجيبوها هنا بشوية بلوس غتولي عندنا ار اش كتساوي اف كوسينوس 45 و اف هي 300، يعني ار اش كتساوي 300 كوسينوس 45. غنديرو هاد 300 كوسينوس 45 في الكالكولاتريس غتعطينا هي 212.134 ديك نيوتن. بالنسبة لاف او ايكغيك غنخليو ار بي هنا وغنجيبو ما تبقى. غنخليو ار بي هنايا ما تبقى غنجيبو لوطر كوتي غيولي عندنا كيساوي اف سينوس 45 ناقص ار ا في زائد كي هي هذه هنايا وغنحتفظوا بها باش نبسطوها من بعد. غنحسبوها 300 سينوس 45 وغنزيدو على 600 غتعطينا هي 812.134 غنديروها ناقص ار ا في وغنمشيو نقلبو على ار ا في شحال كتساوي في لي مومو بارابور ا بوان بي. غنحتفظوا بربعة ار ا في هنا ونجيبو ما تبقى لهاد الجي هنايا مع تبديل الإشارة. هنا كان عندنا ناقص 6 اف في سينوس 45 غتولي عندنا زائد 6 اف في سينوس 45 زائد 2 كا هي هادي هنايا 6 اف اف هي 300 سينوس 45 زائد 2 كي هي 600. اللي حسبنا هذه غتعطينا كتساوي 2472.79. باش نخرجوا هاد ار في هادي غنشدوا هاد القيمه اللي حسبنا هنايا 2472.79 نقسموها على 4 غتعطينا هي 618.195. هاد 618.195 غنعوضوها في هاد العلاقة هادي. حنا قلنا 812.134 ناقص ار ار افي هي اللي غتعطينا ار بي، يعني غنعوضو هاد ار افي بالقيمة ديالها كما هنايا في الخارج اللي غيخرج لينا راه هي ار بي. دونك حسبنا هنا لا رياكسيون اوريزونتال خرجت لنا 212.134، حسبنا ار بي خرجت لنا 193.934، حسبنا ار افي خرجت لينا 618.195 ديك نيوتن. دابا غنحسبو لا ريزلتونس ار ا وقلنا كقاعده باش نحسبو لا ريزلتونس ار ا غنديرو هي الجذر ديال ار ا اش يعني لا رياكسيون اوريزونتال او كاري بلس رياكسيون فيرتيكال او كاري. رياكسيون اوريزونتال هي 212.34 غنحطو هنا ونديرو او كاري. لا رياكسيون فيرتيكال هي 618.195 ونرفعوها او كار. ملي غنديروها في الكالكولاتريس غتعطينا هي 653.578. دابا حسبنا لي رياكسيون دابوي اللي عطاونا حسبوها في السؤال.
كاين واحد السؤال اخر كديفو البروف كيقول لك حسب ليا هاد الزاويه هادي باش مايله لا ريزلتونس اق. الطريقه هي كالتالي، كنديرو ناخدو هذا على شكل مثلث، غنجيبو هاد ار افي غنديرو لها الازاحه لهنايا غتولي الشكل ديالها بحال هكا، يعني هنا عطانا واحد الشكل ديال المثلث. هنا عندنا ار ا، هنا عندنا ار في، ار افي، وهنا عندنا ار اش. نعاودو نرسم الشكل هنا باش يبان اوضح. هذا هو المثلث، عندنا هنا لا ريزلتونس ار، هنا عندنا ار فيرتيكال، وهنا عندنا ار هوريزونتال، وهنا عندنا الزاويه اللي كنقلبوا عليها ونسميوها الفا. دونك الا درنا الكوس ديال هاد الزاويه الفا، وكنقولوا الكوس دائما معروف هي هي المحاري على الوتر، يعني هي ار اش على الوتر اللي هو اخ. حسبنا ار اش شحال كتساوي، لقيناها ار اش كتساوي 212.134، غنحطوها هنا. اخ حتى هي حسبناها لقينا كتساوي 653.578، غنحطوها هنا. وغنديرو قسمة عادية، غنقسمو هاد العدد على هاد العدد، واللي خرج لينا غنديرو ليه الكوسينوس موان ز باش يعطينا الفا شحال كتساوي الدوغري. اولا نقدرو نديرو سين ديال الفا كيساوي المقابل على الوتر اللي هي ار في على اخ. ار في عندنا هي 618.195 مقسومة على اخ هي 653.578، واللي خرج لينا غادي نديرو ليه سينوس موان ز باش يعطينا الفا بالدوغري. هي هذه هنايا حنا غنخدمو بالسينوس، غنديرو سينوس الفا كساوي ار ا في ار ا، ار ا في لقيناها هي 618.175، 195 ار ا لقيناها هي 653.578. اذا السينوس كيساوي هذه مقسومه على هذه عطاتنا 0.948، ودرنا في الاله الحاسبه السينوس موان ز ديال 0.948 عطاتنا 71.44 درجة. ومن هنا اختتم درسنا اليوم، شكرا لحسن التتبع، ولا يعجبكم هذا الفيديو استفدتم منه ضغطوا على ايقونة تابوني اسفل الفيديو وتابونوا معنا في فلاشين ديالنا، وباش يوصلكم الجديد في البوات ايميل ديالكم او للفيسبوك ديالكم، وشكرا.